حوز الناس أحول شوف الناس اللي بيها حوز الناس أحول شوف الناس اللي بيها حوز الناس أحول شوف الناس اللي بيها حوز الناس أحول حوز الناس أحول حوز الناس أحول شوف الناس اللي بيها حوت اللعب لحور شوف الناس الفيها حوت اللعب لحور حوت اللعب لحور حوت اللعب لحور مشروع بيصام شنو؟ لا صرنا نقولها لك الا فكرت اني تم في جدارتي هذه الكبيره اللي ما انشغلتها بشي امنه بلاها من بيصام هذول الباشري يبيعوا العليات وتشوف الشاشه اللي يديروا الترانيس عند المؤسسات وفي المدارس وفي الشوارع وفي كل بلاصه ويقراوا ما لك الا الله هذه وهمني ليلى انت نبيع امور ولي عند الدار. حنين نسولك انت ذا بالمشروع في موريتانيا قرون هذا اربعه مالك لاهي تفكري بمشروع ما بديت تعدلي. شوفي عندك مشروع تبي تحب وتجيب وتديري فيه الملاحه في المرصى في المرصى عندك مشروع تبي تحب طابله فيها الدهين ما عليها تبيعينه ما تعودي طارحه طابله فيها الدهين والخرف وتبيعينه خرجتي لي اذا من فكره موجوده قلت وحدي فيها ما هو بيصان وانت مولي قد قاعد تقولين جاي انت قاعد تكتب الفارحه تبارك الله ما شاء الله وقاعد تكتب كرسيتي زي ما تحط طارحه قدامك الخضره وتنقيها وتبيعيها ما يعني صايب يعني ذاك اللي يضرب من ياس بالوقت هذا ما ضرب من يسبه وحده لين يملى فريج ديرته في الشاشه يتم ليل ونهار وكذلك مشي عند الشوابين هذا الشوابين اللي كلهم الحين ما يصيبوا عنه الخلق بر يستهلك بالصام ويعمل وذا هي اللي وطايح عليا ولي قراتبت البوش يجيني هي وانت قاعد من نفسك الحمد لله اللي بودته ما قدر يخليك لي لا تم تمشي قاعد لا يموت انا ضرك الداهب شحمي وبلحمي وعامل في الدولة كبير بروهية تواوض لا يقوم ماشي يتحزم وتقول ايش مالك انت يا باش فيها ويجيبون لك الدنيا في صنع علمني مولانا احنا اللي حيعدلهم ابدا ما هي خارقة الفكرة انا ما ماني جامع عليك ابدا بيا خيمي يا كبار قاعد يشوفني حد من سهل ابوش لا يشوف انا قاعد متخوم على يشرب وش من الباب الطبيعي من بوتيك ولا يشربوا ايش قال جامع لك انت يا باش فيها ولا كنتي في صنع ايوه شو صنت اللي نقول لك جت من نفسك ما انا باخي ليش بيه يا ولدي تي حالك شو ما وش ما سيرت يا ولدي تي عدلتي لقيت فقتي في جدار عدلت وحدت ترى وشنو في جدار انت تشوف وجهك في يديك كيف تلمري خليك ان شاء الله سبقت عايش مزيان بابا نيت في شهر مرسى لو قلت لك تشوف راكدين على باش شرينا من ياسر نحن اللي عند روم بيصام انت راكم ولي نفس الشيء مع والدك؟ ايه هاكم تم تبعوا بصام في الباش حتى لا يعرف الله هذا باب قال في يوم خاب خاب راه فعليه كبير هو كبر اقول انا معناها اني لازم نمشي يا بنتي ولا اجمع ان شاء الله باش فيها ولا ايش والله ما نجمع معهم انا ملاحظ رقع قاعد بالتعجيل انا اخباري من نجمعهم لازم نمشي ان شاء الله ولو ولدوك شايف اللي يبيعون ونجيبوا لكم هذا الله بنتهم خليها ان شاء الله وتوب ويبارك عليكم ان شاء الله للمشروع وتوب لا يبارك عليكم انا ان شاء الله ولا نقوم برك نتبرى ونزقنا في المعرفة ونزقنا في البلدات نشوف حتى عندنا شمال لباس يبيعهم جامعهم نشريهم من عندهم. ايوه ويبارك عليكم للمشروع ان شاء الله واول حد يقرب من بيصام بعدين قاعد عليه نجرب وقاعد نعرف المشروع طعم تشكي بده حتى بو شيء والله بوش بعد بوش بعد نقول نقول نقرب على شرب بو شيء من بيصام ويلا طريش بالاسر دباشيت. تعرف شرفي عندي؟ اللي مشى والدك يتغلب السوات ثلاثه. كلهم واحدة تديري فيها بصام واحدة تديري فيها بكاك واحدة تديري فيها العلك وتحكي ملايين لينك سمعتيني بيه ولباش قبل يوم صبي عليهم شي من ام وما صب وجيب فيهم بيهم لينك وما صب صب ماما ماما ليه انت ليه ما توقف
أمه. شوي من أمه. أمه قاعش النبي. كيف هي علمة؟ خليه لا بد أنا من أمه. أمه وكل سوى مخاضرة 50 بوش. الله خليه. إيه. طب قاعد ما نجرب من أمه كيف يصير؟ أمه بس لا بد شوي شوي معه بيدي أخذ عنه بعضي طاب. لا بد فيه. إيه. إيه. أمه إيه. السلام عليكم. عليكم السلام. حق الله قولي لبا اش لك بيهم؟ وراك شو دور؟ انا حد اللي مسوي لك. قال قولي لي شو دور؟ انا مسوي لك. ها؟ نبيعهم احنا نمشي نجيبهم من لوك الطب. نجيبهم من الناس اللي كل واحد يبيعهم بشنو مدية. كيف يشرون من عندكم؟ يشرون من عندنا كلمة؟ انت ما عندك ضمير. انت باش انبسام اللي تجيب، تعلم عنك حالا. حر طب سرطان. قالوا باش قلت لك قلت لك طب حر طب قالوا فيهم سرطان واللي فيه الكبد واللي فيه السليراوي واللي فيه الجنقور يعملوا يا اخي ما عندك مبادئ يعملوا باش تو تبيع حتى تبيع لباش ولا عاد تبيك الفضه لا قول انا لباش نعطي لك لا لا فردو خلينا عندك لا عاد تبيك الفضه نعطي لك انا خلينا عندك دور عندك دور ليش معرقد ناظر معرقد ناظر انت ما عندك ضمير ما عندك ضمير تلوت لا الفضه حتى لا الفضه لا حرق جبينك لا حط لنا خليفه انا قاعد ما نشوف المواطنين اللي يشرب من بسام وتجمع وكلهم يقول لك اللي ابوش بارد ولا يعرف ذاك اللي وراه اخوتي لنا غريب مادة ما عنده ثقافه صحيه ولا شيء ولادم ماشي يجمع لباش تو ولود العشرين يعطيه الله ان شاء الله منها اللي يعطيه تبرتي ان شاء الله 120 سبون هذا كم بوش؟ 50 بوش بتلا 50 بوش ليش جابرهم منين؟ جابهم من منين؟ أصلا جابهم دائما حذاء الطب وحذاء لا جابرهم لا ينشوف حد لا ينشوف حد شربه زرقوا جانا نقمص فينا قبل نجول نزق بالوش سبوا المهم عندي مشبرين بليد أنا ضيفه تو أحد أصلا ما أعرف قلبه متأكد أنا أقول ذرعوا بال لا ين لا نشربوا حاجة زرقوا جانا نقمص متأكد أنا منه لا تبغوني باش؟ قل لا بلف كلهم زاك الله بخير شو الصبح نجيبها 100 بوش صابون ده اول دور انا حاكي تمام السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا شباب. ما شاء الله. ياك انت معاه. ما شاء الله. ياك حالك زين. شو ماسين؟ داهمني. تحقون شوي برايك مجيره. ياك الله خير. الله خير الحمد لله ما شي برايك شو جايبها. شو ماسين؟ تبارك الله الحمد لله. الوالد هذه الدشره. كراعي سوق كراع زين وروح وقلت له سلام الله دين مولانا على الحال شو مواسين توم هم؟ لا خير ما شاء الله. السلام عليكم. ايه اسمح لي انا مرحبا. خليك قاعد تمر قاعد في الارض. ايش طالع؟ تمام اللي حط عليك بدي اسال زين مالك؟ الله. اوه يا لباس. ايش طالع؟ تفضل تفضل. يا خير. يا لباس. ثم أثير الجمعة ايش طرفيك انت؟ الله أكبر نزل في هاي الدشرة فيض 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 لين نصهم خاخ ما هي؟ أخويا هاي المرة تعرف ايه؟ ألا كم تنين السبب ستنع على الواية هون يبقى خير ما أعرف شنو شنو؟ قالت عنها لا بد من تروح تبيع بصام هذا أباش هذا فيها حاجة بصام؟ بصام هذا قلت لها عنها شوف هي تطلع احداث من المشاريع ما هو بصام ايوه وتوحد في المنخدع عنها بصام ايوه فرصاك عني لا بد من نجمع هذا الأباش والله نمشي لو الحد دي ليش ما في نجري ايوه لو جبت من المسجد من طرفنا اللي طاحت هذا ما هو جوزي الله يخون قلت لها نعرفك عني تعبت وبدي هذا الأباش هم لا فيهم 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 شي موثق شي مصبوغ شي صارتك فيها يا صويح ديك الطفيله قاعده صارتك انت فيه ديك الطفيله طفيله عندي ذاك قاعد بدر شنو بيصام يا الله واحد من بدي يا الله يدير يقول الطير هاك شي واحد يا الحي انا شنو نسوي انتم من اهل الدشره والله ما انتم من اهل الدشره ما هاد القدماء ما ايوا بوعيكم والله ما عندكم وعي كيف داش انتم قد شفتوا مد تمشي تقبلهم باش بيصام وتشريهم من عند التركه ولا تعرفون من جاي احسن
خلي لا تسقنهم ولا تعقمهم. انتم ما رجعت عدل لا تنصصوا الجدارين فيما بصم. شوف هاي ما هي انا واحد عليا تفر والشاسه ولا خالق راه عندنا في الجدار ما تعدل. خذ الاخبار تلاقي اللي جات بالاحسان صلاه طويله ماشي يا جماعه خويا خويا على تهبوش خاص وقلت شوف كي انك جيت حبي تهبط فيك نورت تتهش. انا بعد سواح بالله نقول لك على انك لا لا يعطيك خير راسك. انا بعد نصحتك ونصحتك وتعرف على النهارية فت نصحتك ياسر بنصائحك انت ما تسمع الا يعطيك خير راسك. الفرق شيء لا مولاي انت دائما يطول عمرك تلحق هاي المرات عند المشروع والله انا واحد المشروع ما قعدت من تحت انا وبالنصائح النصائح هنا خطرت من شارعنا وخطرنا تماشي مشي سخنتك هذيك ان شاء الله. السويفي بعد انا بعد اللي انا اصبح بعد انا اصبح ماني بعد قال لك مش المقصود بيع انت بصام راح عندك صحيح بك لا جو الله حكى انا بعد قال لك نصيحه خالصه من قلب السويفي صح راسك صح راسك وفاهم تعال جاي جيب لي بوكده يو تعال جاي جيب لي بوكده بصام قولي لي انا واش يا كذا كنتوا بعتوا شنو حق خير فوق السجيت يو باكسو الله يخليك خليك شرب شرب انت يا كذا سقلتي سقلتهم حتى مبوط يا مبوط انا عبدة لا عادي انا بعد قلت له ندير شيء من عمري وراح لا راي بعد زين انت تعرف انت تعرف هي ما يدفش ماما صايد تقولي لك ماما ما انا سقلت انا عشتي جبتي لي ما جبتي لي بو جبتي لي كيلو بابو مقلص الله يخليك الله يخليني منتهي بعد مشروعكم بعد قاع نشرب انا اول قاع برد انا بعد صح 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 قال فيك 100 بابا فيك 100 امي جاي نعطيك 200 نعطيك 3 نعطيك 4 مجرى بطني شريتي لباش بوي من عند بنادم يا اختي خلي واحد بوش منهم خالف منه جمرة الارض ماشية 120 واحد من لباشين بعدها عيطوتني احبا بابا خلي نسلمي تو حاجة وشرب زين انا بطيح تشارك من عند شوية كيف شي ما هو حاضر هو على راسه وش مية بقى؟ يا أخي وش مية سكاك وش مية بقى؟ طوك مية طوك ميتين وطوك قال يال؟ صح؟ ها صحة هاتبارك الله سيدي ما لقيت سيدي هاتب الصام قطع الموفا والباشي نقول بارد يقول مولك مولك يمشي مع الشرايين القلب يمشي مع الشرايين الفؤادي والشرايين الفولادي والبولادي وانت قاعد تبان لي تقول تقول الشقه صل الصحة زين يا قومت قومت سيدي ورقك لا ورقة حتى انا ماشي عجلان بقيت قايل مهم مراك هاي مش خلي هوني نرجع بون نقول لك في الجدار ما خلوش نرجع لك ان شاء الله ايوا يا متي عرفتيني بصامرة زين عالم وريال تعرفي شنو بابا اللي فات الشر عندي تركت الكرتية طق 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 يا اختي بابا يا سي البلوي نحاس 100 قاعد يوم مالي ماما لا مشي غير صل الصحة صل الصحة صل الصحة صرتي يا عمي صل الصحة هو مالي في زين دوت كل نهار يجي يا بوش بصام ندري بقول لها بوشين منها اصل حاجه يا بنتي ساعة اللي ضاق هذا هذا يعرف هذا ما يصور اثنين قلت لك اصل حاجه انت وانا مش تهدى لي مش تدون عند الماما توصيني قاع سمعتي حتى انا اول قاع انا اول قاع في الخبر يا اسلو بابا يا اسلو ولا تدش من بيصام مو شاش انت حقي ما تشغل معنا نصدق السلام عليكم وعليكم السلام وانا تشيل الدار هذا بيصار شنو؟ كيف تاع شي ولدي؟ داير في الشبنه شنو؟ انت مقطرة في السم الفار والله شنو؟ اوكي راك شنو بعدك؟ يعني مولا انا من الساعة وقت وانا كنشوف فيها شنو الزلازل والبراكين وشنو الرعود والبوق وشي كاع انا ما فهمت. انا قول لك الدار هذا بيصار شنو؟ انا شو قاعد يوني كوكب ما بيش حنا انا راه غادي يوم تو شنو؟ لا راك انت في كوكب مو احنا بيصار ما بيش لا شي ودون ارجع لي انا ما بعرف والله لا بيش لي داعي والله لا هاي بسم الله طب
حوت الله يا ابن حوت، حوت الله يا ابن حوت، حوت الله يا ابن حوت.